الحكومة الاتحادية فيما يخص قرار إنشاء مصفا في كركوك، مطالبين الإسراع بتنفيذه أسوة بمحافظة كربلاء التي لا تمتلك النفط وقد وضع حجر الأساس لمصفا في المحافظة. وضع رئيس الوزراء العراقي حجر الأساس لإنشاء أكبر مصفى نفطي في محافظة كربلاء التي لا توجد فيها نفط، الأمر الذي أثار استياء أعضاء من مجلس محافظة كركوك لأنهم كإدارة ومجلس محافظة ومنذ أعوام فتحوا الحكومة الاتحادية بكتب رسمية للموافقة على إنشاء مصفى في المحافظة، علما أن كركوك الغنية بالنفط تمتلك أرضية ملائمة لهكذا مشاريع استراتيجية. ووصفوا رئيس الحكومة الاتحادية بأنه يتصرف دائما بالتفرد والارتجال ولم تكن حكومته موفقة مع جميع المحافظات. لذا نحن نرى أن وجود إنشاء مصفى في أحد المحافظات التي لا يوجد فيها نفط أو إنشاء مطار حتى في المحافظات التي لم يوجد فيها قبلا سابقا مطار كما كان في محافظة كركوك، هذا نوع من السياسات الارتجالية الفردية التي يقوم بها الحكومة الاتحادية تجاه محافظة كركوك. لذا نرى أن هناك دائما طرق مسدودة أمام التوفيق بين الطرفين، وهذا ما نراه دائما في تصعيد الأزمات في بغداد، وإن الحكومة لم تكون موفقة في إدارة أمور المحافظات بشكل عام. محللون سياسيون أكدوا أن على رئيس الوزراء العراقي إعادة النظر في سياساته المتبعة مع جميع الأطراف، وهو ينتهج أسلوب النظام السابق في تفرده بالسلطة وتصرفاته هذه دعاية انتخابية، وأن جهود محافظي كركوك مشكورة بإنشاء مصفى أو مطار مدني في المحافظة. إعلاميون بدورهم أكدوا أن أهالي كركوك يجب عليهم مساندة إدارة المحافظة لأنها دائما تعمل في خدمة المواطنين. في رأيي يجب على السيد المالكي أن يعيد النظر في السياسات الحالية التي لا تخدم الشعب العراقي مطلقا. وموضوع المصفى أعتقد من وجهة نظر الاقتصاديين يجب أن تكون هناك المعامل والمصانع أن تنشأ في الأماكن القريبة من مصادر الأولية للإنتاج، يعني هذا نظام اقتصادي عالمي. فأعتقد سيد المالكي من النظام السابق استنتج دروس، كما نعرف هناك مصفى بيجي. جهود سيد المحافظ دكتور نور الدين جهود مشكورة، ونشوف بمعين المشاريع والخدمات، يعني من هذا المنبر يعني نحن ممتنين لجهود حضرته، ولكن سياسة الحكومة الاتحادية أعتقد عليها بعض الأجندات الخارجية وإقليمية، هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد السيد المالكي يعمل لمستقبل يكون هناك المنابع الاقتصاد تحت يديه، تحديدا في هذا الوقت بما أنه هو مر بأزمات عديدة والعراق حاليا على في وضع مزري من ناحية من عديد من النواحي، الحرب القائم، وأعتقد الوضع الائتلافات داخل الائتلافات الشيعية أيضا وضع غير سليم كما كان في السابق. أعتقد هو بكل تأكيد دعاية انتخابية صرفة قبل نخوض الانتخابات البرلمانية. حقيقة فيما يتعلق باستحقاق أهالي كركوك بضرورة إنشاء مشاريع استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالقطاع النفطي، نجد من الضرورة أن يكون جميعنا وخاصة أهالي المحافظة عنصر داعم لتوجهات إدارة كركوك في ضرورة أن ندعمها فيما يخص إنشاء مصفى للنفط. كل جميع المقومات المتوفرة اليوم في كركوك تدعم موقف إدارة كركوك في مسألة إنشاء هذا المصفى من خلال الوقود، الأرض، الإمكانية المتاحة المتوفرة في كركوك. لكن بنفس الوقت نشعر باستغراب كبير جدا أن هنالك مدن أخرى لا تمتلك المقومات التي تمتلكها كركوك، سواء كانت في ميسان أو كربلاء أو النجف أو بغداد أو أطراف ومدن أخرى. نجد أن مشروع المصفى وضع له حجر أساس أو هو الآن قيد الإنشاء أو حقق نسب متقدمة أو أنجز، لكن منذ سنوات نجد أن كركوك لم تحصل على استحقاقها الخصاص.
حسب مراقبين أن الحكومة الاتحادية لا تزال تمارس سياسة التهميش وتنتهج أسلوب الأنظمة السابقة في تعاملها مع محافظة كركوك، وأكبر دليل على ذلك أنها لا تأخذ مطالب محافظة كركوك على محمل الجد. هلقوت حسن، فضائية كركوك. أشاد أهالي منطقة المصلى في كركوك بالمشاريع الخدمية التي قدمتها إدارة المحافظة لهم.